نروح مع حضراتكم للصعيد وتحديدا محافظة المنيا اللي للمرة الأولى بيتم تنظيم بطولة الجمهورية لكرة السلة للكراسي المتحركة داخل محافظة المنيا. البطولة بتستهدف دعم وتمكين ذوي الهمم وتحفيزهم رياضيا. معانا عبر الهاتف الدكتور مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم وصباح الخير على كل مصر وكل العالم ان شاء الله. يعني عايزين نتعرف من حضرتك على الفعاليات اللي شهدتها البطولة من أول انطلاقها، ويعني وهل دي فعلا أول مرة بتقام فيها البطولة؟ بطولة الجمهورية لكرة السلة للكراسي المتحركة دي خاصة بالدور الأول، عشان في دور تاني إن شاء الله بعد كده إن شاء الله. تم تنفيذها محافظة المنيا بالصالة المغطاة بجامعة المنيا. شارك في هذه البطولة 6 فرق، المنيا وبني سويف والفيوم ودمنهور والمستقبل ومؤسسة الحسن. البطولة طبعا أقيمت طبعا من خلال اللجنة البارالمبية بالتنسيق مع نادي ذو القدرات والهمم بمحافظة المنيا، وبإشراف معالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خلال الفترة من 7/2 حتى 9/2. اختتمت البطولة دور الأول يوم الجمعة من 9/2 بعد 6 مباريات، وحصلت محافظة المنيا نادي ذو القدرات والهمم محافظة المنيا على المركز الأول، وفريق بني سويف بالمركز الثاني، وفريق الحسن بالمركز الثالث. يمكن عدد الفرق المشاركة في الدوري الممتاز بالنسبة لكرة السلة لذو القدرات والهمم 17 فريق. الدور الأول تم تصعيد منهم 7 اللي هي هذه البطولة. إن شاء الله الدور الثاني سيتم تنفيذه في استاد القاهرة خلال فترة من 7/9/2024، والفريق الفائز إن شاء الله هيمثل مصر في البطولة العربية اللي هتقام في الكويت إن شاء الله الفترة القادمة. ده كلام جميل جدا ورائع جدا، وعايز أسأل حضرتك هنا أعمار المشاركين كام؟ تتراوح ما بين كام وكام؟ وكمان المشاركة هنا مش قاصرة بس على محافظة المنيا، لكن في مشاركات كمان من باقي المحافظات، صح كده؟ تمام يا فندم. يعني احنا عندنا 7 فرق مشاركه معانا مختلفين عن مستوى جمهوريه مصر العربيه، المرحله العمريه طبعا من 18 ل 40 سنه، ودي طبعا بتدي فرصه ان يبقى في نوع من المنافسه الشريفه ما بين كافه الفرق الموجوده. هي اول عام على فكره، اول مره يتم تنفيذها في الصعيد في محافظه المنيا، واحنا الحمد لله في محافظه المنيا متميزه جدا في نادي القدرات والهمم في تنفيذ كافه الانشطه، ودعم كبير جدا من معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في دعم هذه الشريحه في المجتمع. يمكن فخامه السيد الرئيس اصدر قانون 10 لسنه 2018 الخاص بذو القدرات والهمم، واحنا اهتمام كبير جدا من خلال الدعم المالي، من خلال المشاركه، من خلال تنفيذ كافه الانشطه اللي بتنفذ ذو القدرات والهمم، وهم دول ابطال فعليين في كافه الالعاب الرياضيه وكافه المسابقات اللي بيتم تنفيذها على مستوى وزاره الشباب والرياضه او لجان البارالمبيه. طيب عايزين نعرف يعني ازاي بيتم تأهيل الأبطال دول، يعني ازاي النهاردة بتأهلوهم وقبل المسابقة قد ايه يعني بيتدربوا، ايه النظام المختلف اللي يمكن بيعملوه في يومهم، احكي لنا اكتر. يعني حضرتك ممكن انا اتكلمت على نادي ذو القدرات والهمم محافظة المنيا عندنا هنا، ده طبعا بيتم تدريبه في ملعب مخصص ليهم للتدريب المستمر بالنسبة لكرة السلة الكراسي المتحركة. في تواصل بيننا وبين مجلس الاداره، مجلس اداره متعاون جدا وبيشارك بقدر الامكان وبيدعم اللعيبه بقدر الامكان الموجوده. البطوله دي طبعا بيتم تجهيزها اكثر من 6 شهور عشان يتم تنفيذ هذه البطوله ويتم مشاركه اولادنا. الفرق لما تيجي تشارك طبعا احنا بقدر الامكان بنوفر لهم الحجز، الاماكن اللي هم بيقيموا فيها داخل محافظه المنيا. مع السيد الوزير المحافظ بيختار الجهات الامنيه لتامينهم وتامين المباريات الموجوده ديت، بنوفر لهم سبل الراحه. في منافسه شريفه جدا ما بين كافه الفرق لصعود الفريق اللي هو يمثل مصر ان شاء الله في البطوله العربيه بالكويت الفتره القادمه ان شاء الله. طب دكتور موندي، ازاي بيتم تاهيل اخواتنا من ذوي الهمم من المتسابقين قبل بدايه المسابقه؟ اكيد بيبقى في عوامل معينه بيتم التركيز عليها، شروط محدده للعبه، قواعد لازم يتعلموها، وتاهيلهم كمان بدنيا. كلمنا عن مرحله التاهيل لذوي الهمم قبل ما يخشوا البطوله والملعب. طبعا كل فريق سيادتك ليه مدرب وليه هيكل اداري موجود معاه بيأهله طبعا الفريق دوت، وخاصه اولادنا اللي هم من ذو القدرات والهمم لهم تعامل خاص بالنسبه لوضعيه الكراسي وصيانه الكراسي الخاصه بيهم، بالنسبه للملعب اللي بيتم تنفيذه تنفيذ فيه المباريات.
الهيكل الإداري والعامل النفسي اللي احنا بنشتغل عليه برضو على ولادنا منذ القدرات والهمم، وهم يعني شريحة يعني متميزة ودائما أبطال وبيثبتوا وجودهم في أي نشاط بيتم تنفيذه من قبل وزارة الشباب والرياضة أو من أي جهة موجودة فيها. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور موندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا. يعني حدث لأول مرة بيحصل في صعيد مصر في المنيا كرة السلة للكراسي المتحركة. يعني مشهد احنا زي ما احنا شايفين الصور دلوقتي، بسنت حالة كده من الإصرار للاعبين والمتسابقين، وده بيقول لنا انه في اهتمام فعلا بالتأهيل البدني والتأهيل النفسي لذوي الهمم في كافة الألوان الرياضية وفي كافة المشاركة اللي احنا بنشوفها في صعيد مصر. النهارده كمان احنا بنهتم بالبطولات دي جدا، مش بس كنوع من انواع الدعم والدمج، لا كمان النهارده الابطال دول يعني يستحقوا كل الدعم مننا ويستحقوا كل التشجيع مننا، لان هم بيعملوا مجهود كبير جدا عشان يوصلوا يعني المنطقه اللي هم فيها النهارده. فعشان كده احنا بنحييهم وبنبارك لهم، وان شاء الله مستمرين في دعمكم وتغطيه اكيد كل جديد معاكم.